يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلنا مر المقية أن كنا في الواقع اللي نسعيشين غطس إنس لك، ولكن النقطة الأساسية اللي لقد سيدنا در باش أذ يعقل كرب وين كنا نقصر من الإسلام أين أن يقرم أن عقل بلي هذا الفهم وثي فيه مرة خطر. أي مثلا نسل بلي أنا تقرب بلي الإسلام إنك ملك لا تقرب ضغ الإسلام كي كستنصي دينك أكيد كستم ثمسلي دينك أتاشيك تخمي ملكة تخمي مكان تخمي مكان ماذا قلنا ثوار الدينسيم الأصليين كلي دونتيتين كذا تستشور وماذا قلنا اللغين كلي اللغة ما ترى لما كنا قاركنا هذا تستشور إنسان خطأ ذي الفهم ونقر زرع ذا فيش ويفهم لنا الإسلام ذا شوي لي دونتيتين العابد أكد اللغين سي تخدري في الإسلام أكام فمرثيك الاصل النينك وتنسنيار الاسلام اتشي الدين سيم ذا امريكاني اتشي الدين سلم ذا اسبانيولي اتشي الدين سلم ذا ترياني اتشي الدين سلم ذا جابوني اتشي الدين سلم الشينوا اتشي الدين سلم اوستراليا شك ثمرثيك ذا ليض قيم كان دي ثمرثينيك ولكن اليك دين سيم واللغينيك حاذريت اللغينيك اللغينيك ودي مارا سيد ربي تشوت سيد ربي سبحانه وتعالى يفرح ما في الشيخ اللغات مرة على خطر ما دين سيم ذا ليضات باللغه الرساله للاسلام غلط نهدرش اللغه اللغه الجدود اللي غيفرض نهضر اين دينا ربي اين دينا النبي صلى الله عليه وسلم فقيت السنه نسيد ربي ديال الخلق ليس هذه قر السيد ربي القوي عزيزا. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. ان مخلف أما كن مخلف ذي الصفه إن مخلف ذي اللغة إيش نهدر كل يوم دشوا من اللغة كان مثلا خطر مشيت الصيفان إيش ما قيس إذا ربي سبحانه وتعالى نغذ ذي القد نغذ المظاهر إيش ما قيس نغذ ذخي قوية ون أتش باللغة الرسالة إنك ندى ثغوثية اللغة كي عجبني السنة باللغة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه إذا روح الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه الصحابي الجليل يشهد لا إله إن الله محمد رسول الله ذي مكة المكرمة إنيش أغاي غرف مرثنك باللغة الرسالة للإسلام العود قوم منك قال الإسلام أسمعي دروح أبو ذر الغفار رضي الله عنه شهد لا إله إلا محمد رسول الله ذلك هذا غار الرسول صلى الله عليه وسلم إني سغاي غار في مورثيك بلغ الرسالة للإسلام ذعود القوم منك غال الإسلام. ولكن خزرتي صحاب إسحبين مثلا غدا حشر ربي يسن الطفيل بن عمر الدوسي دروسيك قيم كان يرد مرثني الدوس من رايش كشميتي غال الإسلام. أبو ذر الغفار رضي الله عنه ماشي كان تمرثني يسعي شكا تمرثني الغفار ولكن يرد يوث مرثني إقار فين غار ورس قناس أسلم يسكش من تيد مرة غير الإسلام أرمين إثني قوين غير رسول صلى الله عليه وسلم مرة فدرت تبع ثيض سلا إله إن الله محمد رسول الله يفرح يسني وش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم. إذن ثقين ذو برا لنكسة في التفكير قون الهرم باش أدي زر العبد الإسلام الدين الحق الإسلام وتسنيارة لي كونستانت العبد أما دي لدونتيتي أما دي لنوم ولكن الإسلام يتعالج الأخلاق إنك هذر اللغة كي عجبن ولكن وسكي دي فاريس هذر سبانيولي ثطرياني ثماريكاني ثذرتين كي عجبن هذريس ولكن وسكي دي فاريس وخدع ريس وتخانى ريس وسقر رب لي سيدي ربوتي سينار كا إذن يتعالج سيدي ربي الإسلام يتعالج الأخلاق الأخلاق مثل لي يوث العائلة دي يوث تواشوت الولايات المتحدة دي أمريكا يخشم ديون الفرد ديك سنغى الإسلام يوني رمزاني ديك شمد ديوث تواشوت تم قرحات وين يخشمد يغيدين سجم سيمان الإسلام ما شاء الله ربي. ولكن يعني الروبورتاج يخدمن وين يعني في جزيرة بس يخير وين دي صادن يخبرك ذي النوايا كش ولا نغيت ما قاي يمس قسم ثمارات بخامنين ثمارات بخامنين يمس قرش اللي مرة ثمارات بخام إذا إنيس وجنالس نعم إنيس أني وين يتشح وجه دقيقة داخل بخام أكثر ودي قطون تغاوسي وين بخام أكثر ويعني يعني وقت سلهاي مرة كنت وين يحوج يتحوج سوى شو أكثر سوى هيس نيس دين سيمينا تقني سيدي قدر دي ثمورتيس دي ماريكان ولكن يزرع لا إله إن الله محمد رسول الله الإسلام يعود سلوك النيس
اتكسر كاينين الا الشركة الجن الجدودي كاين الا الشركة ثيق كبيره الباقي النظام اتحافظ في مصريتينك اتحافظ في اللغه ينك ولكن السلوك كيفني جدل كير دينتي كير تسخن دار وتشكي دي فدار وتخدع دار والصدر الرشاوي وتصور دار وتصغر دار الوالدين وتصدر دار الجيران اتحمي ضف ربي اتبغض ضف ربي في مسائل الدنيا في مره اكو الفير كامل وتتحس دار الزافي أغي جاي ربي من المؤمنين حق الإيمان أغي جاي ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.